أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من العلماء من كفر الخوارج واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد. ومنهم من لم يكفرهم واستدل على ذلك بقول علي رضي الله عنه لما سئل: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. فما هو الراجح من قوليهم؟ نعم، اختلف العلماء في تكفير الخوارج، فالجمهور على أنهم غير كفار وإنما هم ضلال. وكون علي رضي الله عنه قاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ليس لكفرهم. فمن أراد أن يشق عصا الطاعة وأراد واستحل دماء المسلمين فإنه يقاتل ولو كان مسلما، فكونهم يقاتلون لا يدل على كفرهم. فكل من صال على المسلمين يريد شق العصا أو استباحة الدماء فإنه يقاتل ولو كان مسلما. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.